بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 159. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أم الولد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أم الولد مراد بها المملوكة التي تسرى بها مالكها سيدها، فولدت منه مولودا، فهذه تعتق عليه وتسمى أم الولد، فرقا بينها وبين الزوجة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وطئ أمته فولدت له، من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه. رواه أحمد وابن ماجه. نعم، هذا من أحكامها، إذا وطئها سيدها تسرى بها لأنها ملك يمين، فله أن يستمتع بها ويتسرى بها بموجب ملك اليمين، وهو أقوى من عقد النكاح. ملك اليمين أقوى من عقد النكاح في إباحة تسري بمملوكته. فإذا أنجبت منه مولودا فإنها تسمى أم الولد، تسمى أم الولد، تستمر مملوكة إلى أن يتوفى سيدها الذي أنجبت منه الولد. فإذا توفي عتقت عن دبر، يعني عن دبر الحياة، ودبر الشيء مؤخره. نعم. وفي لفظ: أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر، أو قال من بعده. رواه أحمد. فهي معتقة عن دبر، أو قال من بعده. رواه أحمد. نعم، فهي معتقة عن دبر، يعني بعد وفاته تكون عتيقة، أو قال الراوي. نعم. أو قال من بعده. أو قال الراوي فهي معتقة من بعده، والمعنى واحد، من دبره عن دبره أو معتقة من بعده. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها. رواه ابن ماجه والدارقطني. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم وهب له المقوقس ملك مصر، وهب له جارية، أهدى له هدايا ومنها جارية، فصارت مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم، تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت له إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، سماه إبراهيم على أبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لكنه مات صغيرا، فصارت أمه عتيقة للرسول صلى الله عليه وسلم، عتيقة بعد وفاته. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها. رواه ابن ماجه والدارقطني. أعتقها ولدها، يعني عتقت بسبب ولدها من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا،
فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنكم لتفعلون ذلكم، لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله عز وجل أن تخرج إلا وهي خارجة. رواه أحمد والبخاري. نعم، كان الصحابة يتسرون بمملوكاتهم، ولكنهم كانوا يعزلون، بمعنى أنه إذا وصل إلى إنزال المني فإنه ينزله من خارج رحم المملوكة، خشية أن تحمل منه. هذا هو العزل، أن يطأ سريته أو امرأته، فإذا أحس أنه سينزل أخرجه فأنزل خارجا من الرحم لأجل ألا تحمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا لا يغنيكم شيئا، إذا أراد الله أن تحمل حملت. نعم، أعيد الحديث. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان، نحب الأثمان يعني البيع، أن نبيعها. نعم، فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنكم لتفعلون ذلكم، لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله عز وجل أن تخرج إلا وهي خارجة. رواه أحمد والبخاري. يعني معناه أن العزل لا يغني شيئا، إذا أراد الله أن يخلق من هذا الجماع مولودا خلقه، فلا مفر لكم مما تحذرون منه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: لا يبعن ولا يهبن ولا يرثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة. رواه الدارقطني. هذا حكم أمهات الأولاد، أنها إذا ولدت من سيدها فإنها تبقى على ملكيته، تبقى على ملكيته مملوكة، فإذا مات عتقت، إذا مات عتقت عن دبر، يعني عن دبر الحياة، يعني بعد موته. نعم. لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن. اي نعم، تبقى على ملك سيدها، لكن لا تباع، لا يجوز لسيدها أن يبيعها ولا أن يهبها ولا أن يتصرف فيها تصرف المملوكة، فإذا مات عتقت. نعم. يستمتع بها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة. رواه الدارقطني. ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر من قوله، وهو أصح، إنه من قول عمر، هذا الكلام من قول عمر فهو موقوف، هذا من قسم الحديث الموقوف على الصحابي وهو عمر رضي الله عنه، وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كنا نبيع سرارينا أمه. وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كنا نبيع سرارينا أمه. أبي الزبير أو الزبير؟ مش عندك مشكل؟ عندي بالضم مشكل. ها؟ عندي مضمومة. نعم. طيب. نعم، يعني فيه ابن الزبير. نعم. وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي، لا نرى بذلك بأسا. رواه أحمد وابن ماجه. وعن عطاء، هذا يدل على
أن لسيدها الذي تسرى بها ووطئها وولدت منه أن يبيعها لأنها على ملكه، ولكن المعروف والمشهور العكس أنه لا يبيعها. نعم. وعن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. رواه أبو داود. قال بعض العلماء: إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا ثم نهي عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين، ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع. نعم، أم الولد تبقى على ملك سيدها ما دام حيا، ولكن المعروف والمشهور أنه لا يبيعها، فإذا مات عتق. وهذا الحديث يدل على أن له أن يبيعها لأنها ملك يمينه، فله أن يبيعها. وكان خلافة أبي بكر لم يقل في ذلك شيئا، لأنه كان مشغولا بأمر الخلافة وقتال المرتدين، ما استقر الأمر في عهده رضي الله عنه، مشغولا بقتال المرتدين وتوطيد دولة المسلمين في عهد أبي بكر. ولما كان بخلافة عمر رضي الله عنه وكان يحفظ هذا الحكم، أظهره في خلافته أن أم الولد لا تباع. نعم. وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة، قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهانا عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. رواه مسلم. وإنما وجهه ما سبق لامتناع النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. امتناع النسخ، نعم، يعني أن هذا الحكم متقرب أن أمهات الأولاد لا تباع، لكن تبقى على ملك سيدها ملكا مراعى حتى يتوفى فتعتق بعد وفاته. وكان أبو بكر رضي الله عنه لم يظهر هذا لأنه مشغول بتوطيد الدولة الإسلامية وقتال المرتدين، وأيضا كانت خلافته سنتين وأشهر قصيرة، فلما جاء عمر بين هذا الحكم، وهو أن أمهات الأولاد لا يبعن، فإذا مات عتقت. نعم. وعن الخطاب ابن صالح عن أمه قالت: حدثتني سلامة بنت معقل قالت: كنت للحباب ابن عمرو ولي منه غلام، فقالت له امرأته: الآن تباعينا في دينه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: من صاحب تركة الحباب ابن عمرو؟ فقالوا: أخوه أبو اليسر كعب ابن عمرو. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم. ففعلوا. فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوم: أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي كان الاختلاف. رواه أحمد في مسنده. وقال الخطابي:
وليس إسناده بذلك. أي نعم، المهم أن أم الولد تبقى في خدمة سيدها أبي الولد وتعتبر مملوكة إلى أن يموت، فتعتق إذا مات، تعتق عن دبر يعني بعد موته، هذا هو المعروف والمشهور. نعم. كتاب النكاح. كتاب النكاح، النكاح مرفق هام من مرافق الإسلام، به بالنكاح الشرعي تعف الفروج عن الزنا وعن الإثم، والنكاح من سنن المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنكاح يحصل به كفالة المرأة وقيام زوجها عليها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والنكاح تحصل به الذرية، تحصل به الذرية التي فيها بقاء النسل وبقاء العالم، ففيه مصالح، فيه غض البصر، فيه مصالح عظيمة، ولذلك شرعه الله سبحانه وتعالى، وأول ذلك على عهد آدم عليه السلام، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فحواء خلقت من ضلع آدم، خلقت من ضلع آدم، وتزوجها عليه الصلاة والسلام وهي مخلوقة منه، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا من مصالح النكاح، حصول الذرية، بقاء النسل، تكثير عدد المسلمين، إلى غير ذلك من كفالة الرجل لامرأته، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. والنكاح في اللغة الاختلاط، يقال تناكحت الأشجار إذا اختلطت أغصانها، فمعناه الاختلاط، وهذا المعنى موجود في النكاح الذي هو العقد بين الزوجين، لأنه يحصل به اختلاط بين الرجل والمرأة، وفيه مصالح عظيمة، وهو من نعم الله على المسلمين، يعفهم عن الزنا، يكفل الرجل المرأة ويقوم عليها ويصونها، تحصل به الذرية الصالحة، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة، فهو مرفق هام من مرافق المجتمع. نعم. كتاب النكاح، باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه. الحث على النكاح، النكاح مرغب فيه ويحث عليه لما فيه من المصالح العظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حث صلى الله عليه وسلم الشباب خاصة لأن الشهوة فيهم أقوى، فحثهم على الزواج وقال إنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أغض للبصر وأحسن للفرج. نعم. باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه. يكره التبتل وعدم النكاح بحجة أنه يتفرغ للعبادة، وهو نفس النكاح عبادة، إذا صلحت نيته فهو عبادة، فلا يتبتل للعبادة ويترك النكاح. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة يعني النفقة،
والمعونة. نعم. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الجماعة. وجاء يعني خصى، كأنه يشبه الخصى، كما أن الخصى يقطع الشهوة فكذلك الزواج يقطع الشهوة والتطلع إلى النساء ويقصر شهوة الرجل على امرأته. نعم. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الجماعة. وعن نعم، الصوم يضعف قوة الرجل فلا يكون عنده شهوة، يعني يطفئ الشهوة. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. عثمان بن مضعون رضي الله عنه من أوائل المسلمين ومن المهاجرين. عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه أراد أن يتبتل، أي أن لا يتزوج. النبي صلى الله عليه وسلم رده عن ذلك وأمره بالتزوج، فصار قدوة للمسلمين. نعم. قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون أخ لعثمان بن عفان من الأم، أخ له من الأم. نعم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. لو أذن له بالتبتل لاختصينا، لأجل إزالة الشهوة، لأن الخصي لا يبقى له شهوة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: أصلي ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليهما. جاء ثلاثة رجال إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعبد، ليقتدوا به. فأخبرنهم بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. قال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ينكر عليهم: أما والله إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وعن سعيد هذا على الترغيب في الزواج. نعم. وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه أحمد والبخاري. عن سعيد. وعن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير. نعم. قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه أحمد والبخاري. قال: تزوج. قال لسعيد: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني زوجات. نعم.
وعن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. وعن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بن دعامة من التابعين، قتادة بن دعامة من التابعين من تلاميذ ابن عباس. نعم. عن القتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه، عن الحسن البصري يعني. نعم. عن سمرة رضي الله عنه، سمرة بن جندب. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وقرأ، يعني عدم الزواج، عدم التزوج، التبتل عدم التزوج. نعم. وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم. قرأ قتادة راوي الحديث ونعم، ولقد أرسلنا، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فدل على أن الزواج من سنن الأنبياء، الزواج والنكاح من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جعلنا لهم أزواجا وذرية، يعني من هذه الأزواج. نعم. باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها، التي يستحب خطبتها. نعم. يعني ما المرأة إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا بد أن يعرفها ويعرف صفاتها، ولا يتزوج بامرأة مجهولة، لا بد أن يسأل عنها ويعرف صفاتها وأخلاقها. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول كان يأمر بالباءة، نعم يعني الزواج، نعم، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، تبتل عدم الزواج. نعم. ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. نعم. تزوجوا الودود التي تحب زوجها تتحبب إليه، الولود التي تلد، لا تتزوجوا اللاتي لا يلدن لآفة أو لعاهة فيهن. نعم. فإني مكاثر، السبب حث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يكاثر يوم القيامة بهذه الأمة، الأمم السابقة، فهذه الأمة هي أكثر الأمم، هي أكثر الأمم ولله الحمد، فيها بركة وفيها خير، فيها نمو. نعم. فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة، رواهما أحمد. أو انكحوا، انكحوا أمهات الأولاد، عندك كذا ما شكلت انكحوا مشكلة بسكون النون وفتح الكاف، انكحوا، ها؟ نعم. نعم. انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة. أباهي بكم يعني الأمم، أكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فدل هذا على أن الزواج أنه سبب لكثرة هذه الأمة، فهذا حث على الزواج. نعم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم، رواه أبو داود والنسائي. نعم. تزوجوا الودود التي تتودد إلى زوجها وتتحبب إليه، الولود التي تلد يعني
الولود هذه صيغة مبالغة التي تكثر ولادتها، فدل على استحباب اختيار المرأة التي بهذه الصفات. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا جابر، تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. فقال: هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ رواه الجماعة. نعم، هذا فيه فضل من الإنسان يتزوج البكر ولا يتزوج الثيب، يعني التي تزوجت من قبله، لأن البكر تلاعبها وتلاعبك، وأما الثيب فلا، ليس فيها هذه الصفة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه هذا على استحباب ملاعبة الزوجة لزوجها وملاعبة الزوج لزوجته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه الجماعة إلا الترمذي. فحث صلى الله عليه وسلم على ذات الدين من النساء الدينة، لا يتزوج المرأة لأجل جمالها فقط، ولا لأجل مالها فقط، ولا لأجل حسبها أنها من بيت رفيع ونسب كبير، بل يتزوج المرأة الصالحة الطيبة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. مثل الحديث الذي قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يختار المرأة الدينة. نعم. إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. رواه مسلم والترمذي وصححه. تربت يداك أصل دعاء، لكن يعني لا يقصد به الدعاء، وإنما صار يستعمل ولا يقصد به معناه. نعم. باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها. يكفي، والله تعالى أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أم إبراهيم عليه السلام هل عتقت بعد وفاة إبراهيم أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صارت أم ولد، وأم الولد تعتق بعد وفاة زوجها سيدها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما نصيحتكم للذين يتساهلون بالنظر إلى الخادمة هذه الأيام وأنهن كالإماء؟ لا، ما يجوز هذا، حرام، ولسنا مثل الإماء. الإماء مملوكات، وهذه ليست مملوكة، هذه مستأجرة، هذه مستأجرة للخدمة، ليست مملوكة، فلا يجوز أن ينظر إليها أو أن يقول هذه مثل المملوك. لا. نعم. هذه أجنبية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل عقد الزواج عقد جائز بين الزوجين أو هو عقد لازم؟ عقد لازم، العقد الجائز الذي لكل واحد منهما فسخه، أما اللازم هذا ليس لأحدهما فسخه إلا برضا الآخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، كيف تعرف المرأة أنها ولود قبل نكاحها؟ من نسائها، تعرف من نسائها. نعم، يعني قريباتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب إعلان الزواج؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، يعني بالدف،
يجب إعلان النكاح ولا يكون سريا لم يعلم به، لأن السر يشبه الزنا وقد يتهم بذلك، فيعلن هذا النكاح، هذا مستحب أنه يعلن ولا يكون سريا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إن أباها يريد أن يزوجها من رجل لا يصلي، فهل يجب عليها طاعته في ذلك؟ لا يجوز لها أن تتزوجه ولا أن تطيع والدها في ذلك، إنما الطاعة بالمعروف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا أراد الرجل خطبة امرأة فهل له أن ينظر إلى صورة المخطوبة عند تعذر رؤيتها مباشرة؟ ما يجوز التصوير ولا استعماله، هذه وسيلة محرمة، إنما يجوز من التصوير ما دعت الضرورة إليه، وهذه ما هي ضرورة. بإمكانه أن يسأل عنها النساء، بإمكانه أن يترصد لها وينظر إليها وهي لا تدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل من عضل البنات أن يمنع أو أن يمنع الولي تزويج ابنته الصغرى حتى تتزوج الكبرى؟ إيه نعم، هذا من العضل، لا يمنع الصغيرة يضار بها حتى تتزوج الكبرى، بل يزوج من خطبت وزوجها والخاطب كفء لها ويصلح لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها تزوجت رجل ولم تعلم إنها تزوجت رجلا ولم تعلم بأنه تارك لدينه وأن صلاته قليلة، تقول ما حكم حالها الآن؟ هي تدعي هذا، ولكن عليها أن تتقدم للمحكمة وتقيم عليه دعوة في ما تقول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها؟ لا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، وإنما يزوجها وليها، فإذا لم يكن لها ولي فوليها السلطان، يعني أمير البلد أو قاضي البلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للحر أن ينكح أمة؟ ينكح إيه؟ الأمة، أن يتزوج أمة الحر. لا ينبغي له هذا، لا ينبغي له. الجواز يجوز، ولكن ما لا ينبغي له هذا، لأن الأمة يتبعها أولادها، يكونون رقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما شرط الزواج بالكتابية؟ أن تكون عفيفة عن الزنا، تكون عفيفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول نكاح التحليل هو نكاح غير صحيح، لكن هل تحل به المرأة؟ لا، نكاح منهي عنه وملعون من فعله، تيس المستعار يقول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر؟ أي معنى واضح، الأيم التي سبق لها أن تزوجت، سبق لها أن تزوجت، هذه لازم تستشار في تزويجها، إن قبلت تزوج وإن رفضت فلا تزوج وهي ما ترضى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا قال الرجل أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وكان بينهما مهر، فهل هذا يعد من نكاح الشغار؟ نعم،
ما يجوز هذا ولو كان فيه مهر، ما يجوز، لأن هذا فيه إضرار بالنساء، ولا اختيار لهن، تصير امرأة بدل امرأة، هذا لا يجوز. نعم. فالشغار لا يجوز سواء كان بمهر أو بدون مهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يباح للمخطوبة أن تخرج مع خاطبها إلى الأماكن العامة لكي يتعرف؟ ما صارت امرأة له، ما يجوز لها مجرد الخطبة، لا تبيح له ذلك. نعم. إذا عقد عليها وصارت امرأة له فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل فيقول: ما الذي يباح النظر إليه عند خطبة المرأة؟ ما يدعوه إلى نكاحها، إلى وجهها، إلى كفيها، إلى شعرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك حد معين لصداق النساء، وهل هناك مانع من المغالاة فيه؟ ليس هناك حد للمهر، ولكن ينبغي أن يكون المهر سهلا يستطيعه الزوج ولا يغال فيه. أهم عمر رضي الله عنه في خلافته بتحديد المهور، ثم إنه قرأ الآية: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فعدل عن ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يفعله بعض الناس من الاحتفال عند عقد النكاح وقبل الدخول، فهل هذا جائز؟ لا بأس به، هذا إعلان للنكاح. طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض من شباب هذا العصر لا يريدون الزواج لوجود المشاكل الكثيرة التي تحصل بين النساء والرجال بعد الزواج، ما النصيحة لهؤلاء؟ النصيحة لهؤلاء أن يحسنوا الظن بالله عز وجل، وأن يقدموا على الزواج ولا يتأخروا عنه، ما دام فيهم رغبة، فيهم شهوة، يقدموا على الزواج، حصنوا أنفسهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله: فإن خير هذه الأمة، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، هل يقصد بخير هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، مطلق هذا، أكثرها نساء، يعني ما يقتصر على امرأة واحدة، إنما إلى الأربع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا شرط ولي المرأة على الخاطب وعلى الزوج أن يحججها، فهل هذا الشرط جائز؟ إيه نعم، هذا يكون من المهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: والد زوجي، هذه امرأة تسأل فتقول: والد زوجي السابق، زوجها السابق والده، هل هو محرم لها؟ اي نعم، تستمر المحرمية حتى بعد الطلاق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أتى امرأته في الحيض وجامعها في ذلك، فهل عليه كفارة؟ عليه التوبة إلى الله عز وجل ولا يعود في مثل هذا، إنه حرام، وطع المرأة الحائض حرام، فلا يجوز، عليه التوبة إلى الله والاستغفار ولا يعود لمثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع؟ نعم، هذا قاله في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، في خطبة حجة الوداع بعرفة،
استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع، يعني من ضلع آدم عليه السلام، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، يعني من طبيعتها أن يكون فيها عوج، من طبيعة المرأة هذا، أصبر عليها. نعم. فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، أصبر عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب العدل بين الزوجات في السفر أم أنه يكون بالقرعة؟ هل يجب العدل بين الزوجات في السفر أم أنه يكون بالقرعة؟ بالقرعة. نعم، فمن خرجت لها القرعة سافر بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يطلب العلم ويعلم الناس، هل له أن يبين للطلاب الذين حوله أنه قد طلب العلم على يد الشيخ الفلاني والفلاني من المشهورين حتى يأخذ الناس عنه ما يقول، أم أن ذلك مناف للإخلاص؟ ما يصلح هذا، يمدح نفسه، ما يصلح أنه يمدح نفسه وأنه أخذ عن فلان وعن فلان، الناس يعرفونه، ما يحتاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، لكن للطالب أنه يسأل عنه، من تتلمذ عليه من المشايخ، من أخذ العلم عنه، له ذلك، يسأل عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كنت أقرأ القرآن وسلم شخص علي ورددت السلام، فهل لي أن أكمل الآية من حيث توقفت أو أنني أستأنفها من البداية؟ أول شيء، إن الذي يقرأ القرآن لا يسلم عليه حتى يفرغ من الآية ثم يسلم عليه. ثانيا، إذا سلم عليه ويقرأ القرآن يرد عليه، وإذا بدأ الآية من أولها فهو أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أخي مصاب بالصرع شفاه الله، فهل يلزم أن نخبر أهل زوجته عند الخطبة أن فيه هذا المرض؟ نعم. نعم، لكن الواجب على أهل المخطوبة أنهم يسألون عنه، يستقصون عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الزواج سبب للرزق من الله والبركة؟ نعم، هو كذلك سبب للرزق من الله سبحانه وتعالى، والبركة حصول الأولاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحمل دون علم زوجها؟ لا، طلب الولد حق لهما جميعا، فلا يجوز أخذ الدواء الذي يمنع الحمل إلا إذا تراضيا على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز رفع الصوت على الأم أو الأب لوجود طول المسافة بينهما؟ إيش؟ هل يجوز رفع الصوت على الأم أو الأب لوجود طول المسافة بينهما؟ إذا كان ما يسمع من طول المسافة وترفع صوتك لجل يسمعك، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: المرأة التي ترفض التعدد، هل في ذلك حرج عليها من ناحية دينها؟ إيه؟ المرأة التي ترفض التعدد، هل عليها؟ ما هو بهواها ترفض، لكن إذا قالت: أنا ما أقبله لأن عندي زوجات، لا بأس، هذا حق لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على الزوج أن يستأذن من زوجته عند إرادته للتعدد؟ لا، هذا حق له، لكن عليه بالعدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: إذا تعارضت طاعة الأم مع طاعة الزوجة
فأيهما يقدم؟ يقدم ما ندري طاعتها في أي شيء، يبين ما هو الشيء اللي يسأل عنه، ما نقول يتقدم طاعة الزوجة على طول، ما ندري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: مراحل الدراسة في بلادنا كلها مختلطة، وإذا وجدت مدارس للإناث فإن المعلمين يكونون رجالا. سؤاله: ما الواجب علي حيال بناتي؟ هل أجعلهن يذاكرن بالمنزل ويذهبن إلى الامتحان فقط، أم ماذا أصنع؟ درسهن أنت في المنزل، درسهن أنت في المنزل ويذهبن للامتحان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، أو اجلب لهم مدرسة، أو اجلب لهم مدرسة في البيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا سائل يقول: أبي يصر على فسخ خطبتي من فتاة متدينة وذات خلق، فما الواجب علي في ذلك؟ هو لا يمنع ابنا من زواج امرأة فيها المواصفات الطيبة، لأنه لا مبرر له في ذلك، ليس له أن يمنعه، لكن يحاول الابن إقناعه وتلطف معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل إقامة وليمة العرس هي أمر واجب؟ يستحب إقامة الوليمة على الزواج، لأن هذا فيه إعلانا، لأن فيه إعلانا للنكاح، الوليمة إعلان للنكاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يباح للزوجة أن تهب ليلتها لضرتها؟ نعم، لا بأس بذلك. وهبت سودة رضي الله عنها ليلتها لعائشة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: ما حكم طاعة المرأة لزوجها في عدم الإنجاب ورفضه لذلك؟ لا يجوز لها ذلك، لا توافقه على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يأثم من ترك الصلاة جماعة في المسجد وصلى جماعة في غير المسجد، وهل أجر الجماعة هو خاص في المسجد فقط؟ أي نعم، من سمع النداء فلم يأته ولا صلاة له إلا من عذر، فلا يجوز له يسمع النداء ويصلي في بيته، إما منفردا وإما مع جماعة، إذا أقول للمسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا خشي الإنسان على نفسه وعلى دينه فهل يجب عليه النكاح؟ نعم. إذا خشي الإنسان على نفسه وعلى دينه فهل يجب عليه النكاح؟ نعم، في هذه الحالة يجب عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الزواج بالأخت من الرضاع؟ لا يجوز، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما لا يجوز لك أن تتزوج أختك من النسب، لا يجوز لك أن تتزوج أختك من الرضاعة. نعم، وهكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا نشزت المرأة من زوجها فهل تجب لها النفقة؟ لا، الناشز ليس لها نفقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ما يسمى بالزواج بنية الطلاق؟ لا يجوز هذا لا يجوز، لأن فيه غش للمرأة، المرأة ما دريت ولا دري وليها، هو يسر في نفسه، هذا لا يجوز. نعم. لو دريت ما تزوجته، أو دري وليها ما زوجها إياه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل آخر يسأل عما يسمى بزواج المسيار، يقول: ما الرأي فيه؟
لا أصل له، وليس هناك زواج مسير، معنى زواج إلا زواج دوام، إن صلحت له يستمرون، وإن لم تصلح طلقها فارقها بالمعروف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سأل بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قراءة الفاتحة عند عقد النكاح طلبا للبركة هل هو أمر مشروع؟ لا أصل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الغناء والموسيقى جائزة في وليمة العرس؟ لا يجوز الغناء ولا الموسيقى في وليمة العرس ولا في غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: القسم بين الزوجات هل هو حسب الاتفاق بين الزوج وزوجاته، أم أن هناك قسم شرعي واجب؟ الأصل قسم شرعي، لكن إذا اصطلحوا بينهم، إذا اصلحوا بينهم على قسم فلا بأس، لكن الأصل في الشرع أنه كل امرأة عندها ليلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذي يسب الطقس هل يدخل في حديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر؟ إيش مثل سب الطقس؟ ما ذكر مثال. ما يسب الريح ولا يسب المطر ولا يسب، هذه كلها من أقدار الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا حمل الرجل طفلا في صلاته وكان هذا الطفل عليه يقول حفاظة أكرمكم الله وفيها نجاسة، هل تبطل صلاته؟ إذا تعدت النجاسة إليه فإنها تبطل الصلاة، لأنه أصبح نجس الثوب نجس البدن. أما إذا لم تسري النجاسة إلى من حمله فلا بأس بذلك، إذا كان عليه على الطفل عليه حائل يمنع تسرب البول يمنع النجاسة فلا بأس بحمله وهو يصلي. كان صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت بنته وهو يصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من هولندا يقول: عندنا رجال ذكروا أن نسبهم يرجع إلى آل البيت ويأمروننا ببدع كالنظر إليهم تعبدا وتبركا لكونهم من آل البيت. حتى لو ثبت أنهم من أهل البيت ما ينظر إليهم تبركا وتعبدا، هذه بدعة وسيلة من وسائل الشرك وغلو، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويسأل أيضا هذا من هولندا يقول: نحن موظفون في هولندا ولا يسمح لنا مديرنا بالخروج لصلاة الجمعة، فالجمعة ليست يوم إجازة، والمسجد على بعد كيلومترات فلا نسمع النداء. سؤاله: هل نأثم إذا تركنا الحضور إلى الجمعة؟ إيه نعم، الجمعة واجبة فرض عين، اللي يمنعكم لا تشتغلون عنده، روحوا لغيره. نعم. أطلبوا العمل عند غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل أعتمر عن والدي الذي توفاه الله وهو لم يحج حجة الإسلام لأنه ليس لديه مال؟ ليس لديه مال. حج عنه أول ثم اعتمر، الحج يلزم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم، يقول: ما المراد بهذا الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ما يسمى بخاتم
الخطوبة أو دبلة الخطوبة لا أصل له، هذا في عقيدة يعتقد أنه يعقد المحبة بينهما والتوافق، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أمر الأب ابنه أن يطلق زوجته فهل يلزمه طاعته؟ لا، لا يلزمه طاعته إلا إن كانت غير صالحة، وأما إذا كانت صالحة فلا يلزمه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هو مشهور، يقول ما هو مشهور عند بعض العوام من أنه يجوز للزوج أو للعريس أن يتخلف عن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة بسبب زواجه 3 أيام، فهل هذا له أصل؟ ذكر الفقهاء شيئا من ذلك لكن لا دليل عليه فيما أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا عقد الرجل على المرأة فهل يجوز له أن يدخل بها قبل وليمة العرس؟ يجوز الجواز، لكن أخشى يحدث يعني شقاق بينهم، فيتجنب هذا، يصبر لما يدخل على امرأتي أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يسمى ببطاقات التوفير التي تدفعها بعض الأسواق الكبيرة، ما حكم التعامل بها؟ إيش؟ ما يسمى ببطاقات التوفير التي يقول تمنحها بعض الأسواق الكبيرة، ما حكم التعامل بها؟ والله ما أعرفها، ما أدري عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إن زوجها يشاهد الأفلام الخليعة وقد نصحته في ذلك مرارا، ما النصيحة في هذا الأمر بالنسبة لها؟ النصيحة إذا لم يمتثل واستمر على هذا الشيء تطلب الفراق، تتقدم إلى المحكمة وتطلب الفراق منه والقاضي ينظر فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جلسة الاستراحة التي في الصلاة هل هي مسنونة لكل أحد؟ هذا محل اختلاف بين العلماء، الرسول فعلها لما كبر صلى الله عليه وسلم، لكن هل فعلها لأجل الحاجة لما ثقل صلى الله عليه وسلم أو فعلها تشريعا، فيها خلاف على القولين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أنه من الشرع أنه يستحب للرجل أن يخطب لابنته؟ هل صحيح أنه في الشرع يستحب للرجل أن يخطب لابنته؟ طيب، إذا اختار لها زوجا صالحا هذا مستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت الزوجة غير ملتزمة بالصلاة ولا بصيام رمضان فهل تطلق بذلك؟ ما تطلق بذلك، لكن هو يطلقها ما يمسكها، يعني متساهلة في دينها وتأثر على أولاده وعلى، لا يمسكها وهي في هذه الحالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا سافر الرجل عن زوجته مدة طويلة لطلب الرزق فهل لها الحق في أن تطلب الطلاق؟ لا، إذا كان له عذر في سفره ليس لها الحق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: تسمية المولود هل هو حق للزوج أم حق للزوجة؟ لهما جميعا، تفاهمون على ذلك أحسن، وإلا فالأحقية للوالد، لوالد المولود. نعم. لكن يتفاهمون أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا خطب الرجل فتاة فهل له أن يحادثها بالهاتف ويتكلم معها مرارا لأجل معرفتها ومعرفة ما عندها؟ لا بأس بذلك، في الهاتف لا بأس بذلك،
لكن لا يكلمها بغير هذا الشأن، لا يمازحها ولا يكلمها بكلام يعني فيه إثارة، لا، قدر السؤال قدر الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، هل معنى ذلك ذات الدين الكاملة في كل شيء؟ المتمسكة بدينها. الكمال صعب، الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن المتمسكة بدينها هذا المطلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا منع الزوج زوجته من العمل فهل يجب عليها طاعته في ذلك؟ إيه نعم، لا تشتغل إلا بإذنه ولا تتوظف إلا بإذنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رأيت المرأة المخطوبة وهي منتقبة ورفضت أن تزيل ما على وجهها، فهل هذا الفعل أمر شرعي؟ إذا كان القصد من هذا النظر فيها وتفحصها فهذا ليس شرعيا، يعني وضع النقاب على وجهها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: نذرت إن رزقت بمولود ذكر. هذه امرأة تسأل فتقول إنها نذرت إن رزقت بمولود ذكر أنها تذهب إلى قبر العباس كل عام وتزوره، تقول وقد رزقت، فما الواجب عليها؟ لا يجوز لها الذهاب للقبر لا العباس ولا غيره، تحمد الله على هذا الولد وتشكر الله تحسن تربيته ولا تذهب إلى القبور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن التعدد يكون محرما في بعض الأحيان؟ ما أعلم هذا، إن التعدد يكون محرما، بل التعدد هذا أباحه الله سبحانه وتعالى: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. من يبي يجي يحد من هذا؟ الله أباحه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بتنظيم النسل، وهو أن الزوج وزوجته يتفقان على عدم الحمل لمدة معينة، هل هذا أمر جائز؟ إذا كان هذا له سبب وهو أن الحمل المتكرر عليها يضرها سبب صحي فلا بأس،